يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك مقالة نسمعها دائما وهي إن الأصل في الجن الكذب، فهل هذه العبارة صحيحة؟ لا هي صحيح، الجن فيهم صالحون وفيهم مسلمون وفيهم هم كلهم كذب، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فهم مثل بني آدم تماما، هم كلهم على الكذب كلهم. نعم.